السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير من اسكندرية. الجمعة 18 أكتوبر 2024. يا جماعة نوة المخلصة كده بدأت تظهر في اسكندرية. السماء مليانة سحب، البحر عالي، الموج عالي، ولسه عمال يزيد. المنظر عامل ازاي؟ مش مصور مباشر، بس قلت ايه عشان لو مباشر ما هو وحش وما حدش شافه برضه. ايه زحمة جدا، الناس كده جت شايف ريحة ولا ايه؟ شايف ايه الناس اللي جت تعمل اوي؟ ناس كده جدا جاية، كله بيصور البحر. الدنيا كانت هادية وفجأة كده جت رحلة كده عملت دوشة في المنطقة، بس خلي خلينا نستمتع برضه. بس الموج كمان عمال يزيد. كان طيبين بس خلاص دخلنا على موسم النوات، او النوه نوه المغنيسه 20 اكتوبر. نكمل بتيجي بقيه النوه المغنيسه باطول شويه. بص الناس دي بتصور الموج، هنا دي بيجي يصور الموج. جه منين يا ولاد؟ شوف الموج يا جماعة، رهيب مخيف.
شايف الشط الزحم ليه بعد الصلاة؟ الناس تقول لك ليه مش شايف الرحلة دي ولا ايه؟ اللي بيحصل الناس تقول لك ايه؟ هل جايين يشيخوا النوة؟ جايين في مستحف اسكندرية عندنا؟ اهلا بيهم. هي معكرة شوية صح؟ حاسس إن هي غامقة كده فيها ميل يا إما حاجة تانية. شكرا يا جماعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم.